السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، نرحب بكم في حلقة جديدة من سينما شبابية. في هذه الحلقة لدينا مجموعة من الوقفات الفنية مع نجوم من الخليج العربي وكذلك نجوم الشاشة السعودية. نتابع معا تفاصيل هذه الحلقة ولكن بعد الفاصل. نرحب بكم من جديد، وأولى وقفاتنا لهذه الحلقة هي وقفة فنية مع الفنان السعودي الكبير محمد بخش. لنا هذه الوقفة وتحدثنا مع الفنان محمد بخش عن مجموعة من المواضيع أبرزها صناعة الفيلم، وكانت لديه رؤية خاصة عن الأفلام التي يقدمها الشباب السعودي، الأفلام القصيرة. تحدث عن التسمية وغيرها، كما حدثنا عن جديده لشهر رمضان المبارك وهو مشاركته في مسلسل هوامير الصحراء. نتابع معا. المهرجان بحد ذاته، يعني أنا من وجهة نظري هو تحدي أن نلتقي في هذه الأرض الطيبة وبين أشقائنا وأحبائنا، يعني حقيقة هذا شيء جميل وأنا استمتعت فيه، وأرجو التوفيق لكل المشاركين بإذن الله تعالى. بودنا أن نتحدث عن هوامير الصحراء، ما هو الجديد أو في هذا العام؟ أنتم دائما تكتموا على الأمور، ولكن خلينا ولو نتحدث شيء بسيط عن الجديد في هوامير الصحراء لهذه السنة. والله هو الجديد في هوامير السنة هذه أخذ خط مختلف عن الجزء الثالث. الجزء هذا تقريبا يعتمد على شخصيات جديدة كثير وخطوط مختلفة عن السابق، وبعدنا شوي عن العنف اللي كان موجود في الأجزاء اللي راحت، خففنا من وطأة العنف شوية، ولكن يعني اهتمينا بموضوع أكثر حساسية وهو الفساد المالي وغسيل الأموال والبنوك اللي هي بتحويل الأموال لخارج المملكة، وشلون بنورط بعد ما نحول لأنه ما نقدر نطلعها بعد كده. دي خطوط جديدة كانت في الجزء ده، إن شاء الله نتمنى أنها تكون قريبة للمشاهد ويستمتع فيها إن شاء الله. الأستاذ محمد بخش، هل تبحث عن البطولة أم تبحث عن الشخصية؟ يعني تجذبك في الأعمال عادة اللي تقدم لك، تبحث عن الشخصية أم البطولة؟ أنا أبحث عن ذاتي أولا، الشيء الثاني ما زلت أبحث عن فرصة حقيقة. يعني أنا عن نفسي لسه ما قدمت، مش مهم عندي البطولة، أنا أغلب أعمالي وأنا اللي أنتجتها ما هي بطولتي، أنا بطل ثانوي، أنا دور ثاني أخذ. أي نعم ممكن قد يعلم عند المشاهد هذا شيء آخر، لكن في نفس الوقت أنا البطل دائما أخليه هو منافسي. يعني أنا ممكن أجيبك بطل وأفرحك وكل شيء، بس اديك زي ما يقولوا من الغلاف للغلاف،
لكن ما حتعمل شيء. انا اجيك 10 دقائق اشيل عنك البطوله دي كلها وامشي. فهذا من يوم يعني من يوم اشتغل وبدات اني انا اتميز في الادوار بصرف النظر كبير او صغير. والدليل على ذلك كثير من مشاهد في 13 14 ما تتعدى 4 مشاهد 5 مشاهد وبنقوم فيها. فالعبره مو في الكم، العبره في الكيف. زين، انا لدي تساؤل، يعني كيف بامكان الممثل ان يتقمص الدور؟ يعني ما هي مواصفات الممثل الناجح الذي بامكانه ان يتقمص الدور بشكل مقنع للمشاهد؟ مو محتاج يتقمص، لانه انت طالما دخلت عالم الفن فاكيد عندك كاريزما واكيد عندك موهبه، فانت محتاج انك انت تسوي ده كله اوتوماتيكلي. حتدخل تلقائيا، حتدخل في الشخصيه تلقائيا، حتدخل في الدور تلقائي. ده ما هنا هي الموهبه، الحضور، عندك حضور جيد، عندك اهتمام بنصك جيد، عندك بتشرح الشخصيه اللي انت بتشتغلها كويس، وهذا من غير ما حد يقول لك على فكره. انت اوتوماتيك، انت موهبه، فبالتالي حتفرض نفسك بدون، حتى لو كان احيانا الممثل يصنع نص واحيانا النص يصنع ممثل كويس. احنا هنا في قلة الكتاب نحاول أن نصنع النص، لا نستطيع أن النص يصنعنا، لعدم كتاب، لعدم وجود كتاب سيناريو، لعدم وجود معاهد، لعدم وجود أكاديمية، لعدم وجود أي شيء، وكل دي مجهودات فردية. إحنا ما زلنا هواة ونتمنى أن نوصل يوم من الأيام لاحتراف. أخيرا أستاذ محمد، ما هي أو ما هو مستقبل السينما السعودية؟ أخطر سؤال بنسائل فيه ونحرج فيه. أنا طبعا بتابع لك البرنامج على فكرة، والجميل إنه هذا البرنامج موجود. أنا بصرف النظر تكون هل توجد لدينا سينما أو ستجد لدينا سينما أو 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 التساؤلات دي كلها أنا ماني شغل فيها. إحنا في سنكم بدأنا بالطريقة دي، قد يكون يوم من الأيام، فإحنا بننتظر جيلكم. بالعكس، احنا كل احلامنا كانت ان ننتظركم وانتم قادمون الينا. احنا مهدنا لكم الطريق، لكن نجي في اطار اننا ندخل سينما، هذه نوع من التحدي للشباب. طيب اولا السينما، انا الى الان يمكن 90% من الاعمال اللي شفتها ليست سينمائيه ولا لها اي دخل. هل انا عشان دخلتها في حدوتة انيميشن وعملت لها السكايب وعملت لها السكوب هذا وخلاص سويته سينما؟ طبعا لا، السينما احنا غرفة صناعة سينما، هذه دولة تقيم عليها، مش انا وانت. اللي قاعد ينتج ده بينتج ب 4000 و 5000 ريال مسكين ويتسلفها كمان، كيف انا ابغى ادعم واسمح لي يعني اذا الدولة تشيل يدها عن الدعم؟ الشيء الثاني، انا ايش اديته عشان تطلب منه سينما؟ درسته، دخلته معهد، اديته مقومات العمل السينمائي، طيب عملت له صناعة سينما؟ طيب أنا عملت له صناعة وتسويق، حسوقه ولا حشوفه أنا وإنت وبس؟ وهذه طبعا أكبر مصيبة للشباب اللي طالعين. هم بيجتهدوا، مشكورين، كتر ألف خيرهم، وده دلالة على إنه عندهم طموح وعندهم شيء يبغوا يقولوه داخلهم، شيء يبغوا يفجروه، وقاعدين يسووا من لا شيء شيء. زي إحنا كنا في أيامنا بنحفر من ولا شيء، كنا بنشتغل. اليوم هذا دوركم، بنقول سينما. طيب لما انا اسوي ذا الموضوع فين اوديك يا شباب؟ بعدين ماذا بعد؟ هل عندك دور عرض؟ هل هذه السينما انت داخل بها سوق تسويق؟ لا. اذا انت بتشتغلها في بيتك وتتحط في بيتك، طيب هل انت هذا العمل اللي انت قمت به مين اللي شاهده؟ فئة محددة من الناس اللي هم اكاديميين ليس إلا لك، مو جمهور. ما وصلتني للجمهور. طيب هل أنت بتقدم عمل روائي ولا أنا عمل في 5 دقائق عبارة عن فيلم تسجيلي وأنا أصنفه تحت بند السينما؟ لا، أنا كده بغالط الناس وبغالط الجمهور. أنا ما أقول سينما لابد أن تكون عندي مقومات السينما، لكن أنا أقول مجهود شخصي، يعني إيش يقولوا له؟ تل سينما، الكاميرا تي في، الأسلوب سينمائي. فبالتالي إن نطلق عليه سينما أجحفنا حق السينما. وهذا أنا نصيحة كنت أبغى أقول لك، هي إنه هذه الأعمال تل سينمائية، لكن لما يجيك سينما 35 ملي كاميرا سينما، هذا تقول على سينما؟
انت بتشتغل مثلا بالزد 7 ولا بتشتغل بالدي 5 ولا بتشتغل بالدي 7 واطلق عليه سينما؟ لا، انا اغالط نفسي، فارجو انك انت كمان تصحح هذه المعلوميه يا شباب. انتوا اللي بتقدمون للعمل ده اصلا وفتحت السينما، واللي يجيني سينما اقول هذا سينما. طيب انا كيف ابغى اعرض عملي؟ فين ابغى اوصله لمين؟ مين المتلقي تبع؟ في عمل بدون جمهور؟ قول لي كم عدد الجمهور اللي شافوا الافلام اللي انت مثلا عرضتها، الا المشاهد اللي جالس قدام الشاشه وهو مضطر لانه في بيته، فهو شافه مو في السينما، شافه في التلفزيون. كويس. الجميل في الموضوع انك انت بتقدمهم الشباب ده وبتعطيهم فرصه، تعالوا لعل وعسى يوم من الايام. واحنا عندنا نفس الحلم، انه لعل وعسى يوم من الايام يكون عندنا معهد، يكون عندنا غرفه صناعه سينما، يكون عندنا دور عرض. اليوم كل مول في له دار عرض، انت وريني اي مول في السعوديه في دار عرض؟ ما عندي. فبالتالي عشان انا اقول لك جهد اسس لك، اما انت تقول لي والله انا ابغى اشتغل، احزن عليك، احزن على الشباب دول. يعني انا احيانا يجوني والله يقطعوا قلبي، ابغى اساعدهم بس ما بيجي. في المفترض انه يكون عندنا غرفه صناعه سينما تهتم، نقابه جمعيه اكاديميه، دي كلها تهتم. انا من فين اعرفك؟ طب ايش تصنيفك؟ طب ايش اجرك؟ طب ايش مساحه عملك؟ كل ده مفقود. فانت بتشتغل من البيت الى البيت. فاتمنى من الله سبحانه وتعالى الشباب دول اولا يدي بيدهم، وانا اشجعهم وادعمهم واقول لهم يوم ما ستصلون ونحن في الانتظار ان شاء الله. شكرا لك استاذ محمد على هذه الوقفه وهذه المعلومات اللي بالتاكيد تثري وملاحظاتك القيمه. شكرا. اتمنى ذلك، اتمنى، واتمنى انه برنامجك يتطور اكثر كمان ونشوف حاجات اجمل باذن الله. وكمان اتمنى انك انت يكون عندك في حلقاتك ضيوف اكبر من الشباب شويه، كثير ناس عانوا من الموضوع ده، جيبهم تعال اخوان احنا بنكتسب خبره منك، قل لنا وش يسوون الشباب. زي ما انت الان سالتني انا اديتك اجابه قد يكون فيها نوع من التشاؤم وفيها تفاؤل، فايضا غيري من الزملاء ايضا يبغوا يدخلوا في الموضوع ده. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وتحياتي للثقافيه، وان شاء الله نلتقي في اعمال اخرى ونلتقي في مناسبات جميله باذن الله، ونلتقي في مهرجان يوم ما يكون في السعوديه. سينمائي يكون، سينمائي يكون، تلفزيوني، إذاعي، سينمائي، مسرحي، حقنا احنا انتهينا حيث بدأ الآخرون، احنا اللي بدأنا في البداية، احنا كان عندنا زخم، كان عندنا صناعة، كان عندنا شغل، كنا ما نفضى. سينما، تلفزيون، مسرح، إذاعة، ما كنا نفضى. اليوم صار عندنا العمل مواسمي، رمضان وبس. يعني انت ما تشوفني اللي برمضان رمضان، طب طول السنة انا نايم. يعطيك العافية، شكرا لك، اتمنى لكم التوفيق. شكرا. الوقفة الثانية في هذه الحلقة مع الفنان السعودي الشاب المبدع الأستاذ سعيد قريش. يتحدث الأستاذ سعيد عن تقمصه للأدوار، وتساءلنا معه عن كيفية اختياره للأدوار وكيفية تقمص ودراسة الشخصية التي يقدمها على الشاشة. وبالتأكيد هذا الموضوع يفيد الكثير من الشباب المهتم بعالم التمثيل. نتابع مع الفنان سعيد قريش. والله احنا نعيش عرس خليجي، عرس فني واقعا، يعني كل سنتين احنا ننتظر هذا العرس أو هذا التجمع الخليجي للالتقاء بالفنانين، بالمخرجين، بالمنتجين. طبعا في شيء مهم جدا احنا تواجدنا مع بعض، لان في يكون تبادل خبرات وتبادل آراء، تبادل لقاءات تتبلور من خلاله اعمال فنيه، مخرج من زمان ما شفته ولا منتج ولا حتى ممثل ما شوفه اللي في مثل هالمهرجانات هذه، فأكيد لها فائدة كبيرة يعني. وأنا حقيقة أكبر وأشكر كل قائمين على هذا المهرجان، ونتمنى سنويا حقيقة مو كل سنتين، يعني لأن احنا قاعدين ننتظر هالسنتين هذه على حرم الجمر عشان موعد المهرجان. أبودي أن أنتقل لموضوع آخر. أنت يعني الفنان سعيد قريش حينما يعرض عليه نص معين، هل يختار البطولة
أم الدور المميز الذي يناسب شخصيته أو الذي يشعر بأنه يستطيع أن يقدم؟ لا شوف، أنا يهمني الدور مش البطولة. يعني أنا في عملي الأخير اللي بيعرض في شهر رمضان اللي هو الحلال والحرام، في البداية عرض علي البطولة المطلقة، بس أنا شفت البطولة المطلقة هذه شخصية يعني عادي، أنا لعبتها من قبل، بس في شخصية الأصعب في العمل اللي أنا أعتقد بإذن الله أنها راح تكون حديث الناس، هي بطولة ولكن تعتبر بعد البطولة المطلقة. اخترتها وبحب يعني بشغف، لأن أنا أبي الدور هذا، والمخرج محمد القفاص بالعكس قال أنا يعني أنا كنت أتمنى أنك تلعب الشخصية لأنها الأصعب، فهو المهم الدور وليس الكم، الكيف هو الأهم. طيب ما هي يعني لو أردت تقمص شخصية معينة هل تحتاج إلى أدوات معينة أم هي إمكانيات فنان؟ هي فوق أنها إمكانيات فنان، دراسة الشخصية شيء مهم جدا. الشخصية مش فقط ورق تقرأ وتجي تمثل، تدخل لوكيشن وتمثل، لا، لابد أنك أنت الشخصية هاي تدرسها من كل نواحيها، أبعاد الشخصية، كيف تأدي الشخصية، هل موجودة بالحياة ولا لا، يعني ابحث عن الشخصية هذه حتى في واقع الحياة والمجتمع اللي أنت تعيش فيه، لأنه مهم جدا أنك تقنع المشاهد بهذه الشخصية، لأنك إذا ما قنعت المشاهد أصبحت رجوع إلى الخلف وليس للأمام. ما بالنسبة للأفلام، أفلام السينما، أي نوع من الأفلام يجذب الأستاذ سعيد قريش؟ والله شوف، أنا يمكن من عشاق الأفلام الأجنبية أكثر يعني كمشاهدة، أهم الأفلام الهندية البوليوود يعني أهم، أنا أحب أني أشاهدها. العربية مش كلها، أحب يعني أحب القصة، أحب أشوف إخراج، أحب أشوف أداء ممثل، خاصة الكاركترات تجذبني كثير، يعني لما أشاهد كاركترات صعبة المركبة هذه في أي عمل أو في أي فيلم سينمائي تجذبني كثير يعني، بس ممكن أنا يمكن ميولي للأكشن، أفلام الأجنبية يمكن أكثر استمتاع. هل راح نشوف لك إن شاء الله فيلم عن قريب، فيلم سينمائي؟ والله في أكثر من مشروع فيلم سينمائي، وأنا حقيقة يعني حاب أني أخوض التجربة هذه، بس تجربة صح أخوضها صح، فإن شاء الله قريبا راح نشوفونا عمل سينمائي بإذن الله. ماذا تعني لك الكاميرا؟ الكاميرا مثل الحضن الدافي يعني أحبها، أحبها تكون، ما أحب أطالحها، ما أحب أطالب، بس أحب أني أشعر بوجودها، لأن في النهاية أنا فنان، هي اللي تنقل صورتي للمشاهد. ماذا تعني لك شاشة التلفزيون، البيت اللي في البيت؟ من خلال هذه الشاشة قربت سعيد قريش لكل الناس، فبالتالي هي واحد من البيت لا غنى عنه. جديدك إن شاء الله في رمضان القادم، الحلال والحرام من تأليف أحمد القفاص وإخراج محمد القفاص وأحمد الفردان من إخراج الأستاذ محمد القفاص، وهوامير الصحراء الجزء الرابع. هل في جديد في هوامير الصحراء هذا العام؟ أكيد، إحنا حرصنا كل الحرص أن يكون جديد في كل شيء، حتى العنوان التحدي في كل أضلاع المسلسل، في الكاست الفني، في شخصيات دخلت، شخصيات تغيرت، أحداث، خطوط، راح هذا كله احنا واضعين كلمة التحدي مش فقط لأحداث المسلسل، إنما التحدي لكل عناصر المتكاملة في الجزء هذا الرابع. شكرا لك وشكرا لهذه الوقفة الجميلة معك. شكرا أستاذ سعيد. وأنا أشكركم وأشكر القناة الثقافية كل الشكر على إتاحة هذه الفرصة.
وفي الحديث عن جديد الفنانين والفنانات، كانت لنا وقفة كذلك مع الفنانة العمانية شمعة محمد للحديث عن تجربتها ومشاركتها في الكثير من الأعمال السعودية، كما أشارت إلى الأفلام القصيرة التي يقدمها بشكل خاص الشباب السعودي. نتابع الفنانة شمعة محمد. والله أنا ما أقول هذا مهرجان كثر ما بقول هذا عرس خليجي، بس أيضا مش خليجي، أيضا هو عربي، لأن أيضا هناك نجوم من الدول العربية موجودين بيننا حتى يشوفوا أعمالنا الخليجية ويقدرون يشوفون ما هو الإبداع بالخليج العربي ما شاء الله علينا يعني. وهذا نعتبره نوع من التواصل والمحبة بين الفنانين الإعلاميين، سواء كانوا مذيعين سواء كانوا فنانين سواء مذيعات سواء صحفيين. حلو هذا التواصل الإبداعي، التواصل الفني، التواصل جميل جدا يعني هالمهرجانات يعني. طبعا الجميع يتأمل من الفنانة شمعة محمد الجديد، ما هو جديدك لهذا العام؟ طبعا السنة يمكن أنا ماخذ الحيز الأكبر للمملكة العربية السعودية، لأن ما شاء الله عليها المملكة يعني هذه ديرتي الثانية أولا قبل كل شيء، أنها مبدعة أصبحت في الدراما، يعني أصبحت المصاف الأولى في الحركة الدرامية ما شاء الله عليها. عندي عملين للقناة، طبعا عندي عمل لعبة الشيطان إخراج سمير عارف مع الفنان الكبير عبد المحسن النمر مع مروة محمد وأحمد الطويان ماجد المطرب، مجموعة احنا مع بعض. وعندي مسلسل يا تصيب يا تخيب المخرج عبد الخالق الغانم، معي ايضا مجموعة بشير غنيم، معي هيفاء حسين، خالد البريكي، مجموعة حلوة، يوسف الجراح، عاملين يعني مجموعة مولفة حلوة. طبعا هذه للقناة السعودية، القناة الاولى باذن الله تعالى. كيف تقيم الفنانة شمعة محمد السينما حاليا، السينما الخليجية؟ ما هو رأيك، انطباعك عنها؟ انتوا ما كسحتوا الدراما بس انتوا كسحتوا السينما بعد. اللي قاعد اشوف انكم داخلين بقوة، يعني الشباب المملكة ما شاء الله عليهم عندهم اهتمام كبير بالسينما، صايرين داخلين في مهرجانات الافلام القصيرة وهم ابداعات. وحتى لما انا كنت موجودة بالرياض اثناء التصوير التقي بشباب كل واحد عنده فيلم، وحاليا عرض علي احد الافلام قاعدين يصورونه في الدمام ان شاء الله، راح اشارك بعمل سينمائي سعودي. فيعني انا يعني منبهره ان ما شاء الله عليهم عندهم طموح، عندهم افكار. اذا هم في هذا الوقت قاعدين يعملون اعمال سينمائيه 20 الى 30 دقيقه، طبعا في المستقبل ايش بيسوون؟ يعني هناك افلام، الافلام السينمائيه هذه هي طرح مشاكلهم، طرح قضاياهم، طرح الشباب عن طريق السينما، الاذاعه، التلفزيون. هذه هي الدراما الحقيقية، وتوجيه الشباب تكون ثقافتها عبر هذه القنوات. شكرا لك ويعطيك ألف عافية، وأهلا وسهلا بك مرة ثانية. يعافيكم يا ربي، وتحية لجمهوري في المملكة العربية السعودية، وإن شاء الله نقدم لهم المزيد والطيب. وطبعا في حركة قوية حاليا للتحضير لشهر رمضان من شباب المملكة، يعطيهم العافية. حياك الله. الحديث عن المسلسلات الإذاعية، التمثيل بين الإذاعة والتلفزيون والسينما، هناك ربما هناك يعني تفاصيل دقيقة، وربما يتسع لنا الوقت للخوض في هذه التفاصيل من خلال الحلقات القادمة إن شاء الله. هناك وقفة قصيرة جدا كان للإذاعة السعودية مجموعة من الإنتاجات والمسلسلات الدرامية، وأخيراً قبل فترة مؤخراً فازت مجموعة من هذه المسلسلات في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون بمملكة البحرين. للحديث عن فوز الإذاعة السعودية في هذا المهرجان لنا هذه الوقفة القصيرة. أستاذ عدنان صعيدي، أول مبروك فوز الإذاعة بجائزة لهذه الليلة. الله يبارك فيك، الفوز لنا جميعا، إذاعة أو تلفزيون، وزارة الثقافة والإعلام، كون أنها مثلت بعدد من البرامج أكثرها راحت للتلفزيون، وأيضا شاركت الإذاعة، لكن الفوز للجميع. فمبروك ليس فقط للإذاعة وإنما لوزارة الثقافة والإعلام،
ونحمد ربنا على هذه الجائزة وعلى هذا الفوز. حدثنا عن الجائزة اللي فاز، البرنامج اللي فاز بالجائزة. برنامج هو طبعا أول شيء إن إذاعة نداء الإسلام هذه المرة الأولى التي تشارك فيها في أي مهرجان، ومهرجان الخليج على وجه الخصوص، وبالتالي باعتبارها أنها إذاعة دينية فكانت مشاركتنا بثلاثة برامج. برنامج ديني اللي هو أخذنا عليه الذهبية، برنامج ما هو الأفئدة، برنامج في الحوار يد بيد لم يفز، دراما تاريخية أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لم تفز. كان هدفنا الأساسي هو الوصول الحقيقة والمشاركة في المهرجانات، ومنا من الله وكرم من الله أنه أيضا من علينا بهذا الفوز وبجائزة ذهبية، فالحمد لله. أخيرا، ما هو انطباعاتك عن مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون؟ أنا هذه المرة الثالثة التي أحضر فيها مهرجان الخليج. حضرت مشارك في المرة الأولى، حضرت محكم في المرة الثانية، وهذه المرة مشارك. في كل مرحلة أجد أنه في تطور وتقدم في عملية التنظيم، في طريقة الأداء للجان المحكمة. يعني التحكيم هذا العام كان بالنسبة للأعمال التلفزيونية الإلكتروني، وهذه خطوة جيدة. ربما أيضا البرامج الإذاعية في الدورة القادمة تكون إلكترونيا، وبذلك يتم اختصار كثير من الوقت ويكون في دقة أكثر في عملية التحكيم. فالمهرجان دورة عن دورة بيتقدم، وأتمنى أنه هو إن شاء الله كمان يتقدم بشكل أفضل بإذن الله تعالى. شكرا لك وألف مبروك. شكرا جزيلا. الأستاذ صالح المرزوق، في البداية نهنئكم الفوز في الإذاعة السعودية. تحدثنا عن هذا البرنامج اللي حصد الجائزة. هذا برنامج طبعا من البرامج الاجتماعية، بيتنا وبيت الجيران، وطبعا من إنتاج الإذاعة الرياض. وطبعا احنا دخلنا في الدراما في هذا البرنامج، وبرنامج أيضا تاريخي، لكن طلعنا في هذا البرنامج بجائزة. أيضا فزنا بجائزة ذهبية أخرى في البرامج الدينية، وطلعنا من هذا المهرجان بجائزتين. نحمد الله أنه يعني مشاركة كانت جيدة، علما أنه مشاركتنا في معظم فروع المسابقة كانت المشاركة فاعلة، ومنافسة كانت عن طريق الإلكتروني. وطبعا التحكيم والنتائج يعني أشياء نقدرها، علما انه بلغنا انه هناك 7 جوائز للاذاعه، لكنه تفاجئنا الى انه جائزتين، وهذه المسابقه ونتائجها بلا شك انه يكفي انه الانسان او المؤسسه تدخل وتطلع على الاقل مثل هالنتائج الجيده. شكرا لك استاذ صالح. في اخر فقره من فقرات حلقتنا هذه مع شابين مبدعين، في الحقيقة لفت نظري يعني في إحدى الأماكن بالصدف، يعني أنا شاهدتهم وهم يخترعون بعض أدوات الإضاءة. نحن نعرف بأن أدوات التصوير أدوات مكلفة نوعا ما، وهذين الشابين قاما بابتكار بعض أدوات الإضاءة من أشياء استهلاكية في الحياة، وكذلك يعني اخترعوا ترايبود الذي يقوم بتحريك الكاميرا. للحديث عن هذه التجربة الجميلة نتابع هذه الوقفة. في البداية تعرفنا باسمك. مهدي باسم الديرم، طالب علم في مادة الديمقراطية الثانوية، ثاني ثانوي طبيعي. طبعا أنا لاحظت بأنكم يعني الآن إحنا تواجدنا في المدرسة، وجدناك يعني تقوم يعني تصوير بعض الفعاليات الموجودة في المدرسة بكاميرتك الخاصة. يعني بداياتك في مجال التصوير من متى كانت، وكيف اتجهت إلى هذه الهواية؟ أولا بدأت من قبل تقريبا 4 سنوات، بس ما كانت عندي ذيك الاحترافية، مع وجود فريق في المدرسة، فريق ضوء، ساعدنا على وساعد كثير الشباب على يعني التعلم والاحتراف. جاب لنا مصورين محترفين كبار، أقام دورات صباحية قليلة ومسائية أكثر، أخذت وقت منا كثير وتعلمنا.
طيب الآن موجود الموجودة ممكن خلينا نشوف الكاميرا. أنت الآن تستخدم طبعا أنت بدأت في عالم التصوير بالتصوير الفوتوغرافي وهذه هي الكاميرا مصممة أساسا للتصوير الفوتوغرافي صح؟ تنتقلت قلت لي بأنك انتقلت فيما بعد إلى التصوير الفيديو، وش اللي جذبك في الصورة المتحركة صورة الفيديو؟ أول شيء طبعا أكيد الحماس شجعني أني أسوي شيء جديد وطلع المهارات اللي عنده من زملائي فريق ضوء وساعدنا مع بعض شفنا أفكار قل ليش ما نطور اللي عندنا فوتوغراف خلي فيديو وعندنا برامج وعندنا أشياء يعني تستاهل فخلاص تحمسنا وسوينا كل شيء. أما الأغراض اللي سويناها طبعا أفكارنا أنا راح أتكلم عن النقطة هذه في معك أحد الأخوة تعال تفضل تعرفني باسمك محمد الرواشد. محمد معلش أنت بعد أيضا مهدي تخليك معنا. أنا لاحظت بأنه فكرة عمل الترايبود فكرة طبعا مبتكرة والآن طبعا يعني ربما المشاهد يدرك بأنه الأجهزة الصوت وأجهزة التصوير وأجهزة والأدوات وإحنا تحدثنا في هذا المجال كثيرا بأنه غالية التكلفة وكثير يعني من لا يستطيع أن يشتريها ويقتنيها. أنتوا ابتكرتوا ابتكار جميل كان ملفت للنظر يعني كان ما كلفكم شيء الكثير، كيف جت الفكرة هذه؟ احنا شفنا ترايبود في كفرات احنا حاولنا ان نسوي مثله بس غير، فحاولنا احنا نجيب ترايبود بالكفرات يسهل علينا الحركة، فاتفقنا احنا مع جماعة ضاء احنا نسوي شيء غير يعني مختلف وملفت للنظر، فحاولنا سوينا المجسم بالبيبات وكل شيء كلفتنا 400 ريال. عملتوا كم واحد؟ عملنا تقريبا ثلاث ترابدات وثلاث كفرات. طبعا أول شفنا الأسعار وكل شيء تقريبا طلع الواحد ب11,000 و10,000 الواحد بكفرات، فقلنا صعبة ومهلكة بعد مو بس صعبة، فقلنا ليش ما نطلع اللي عندنا الأفكار ونطلع. سوينا واحد عجبتنا الفكرة قلنا مدام سوينا واحد حق كاميرا نسوي اثنين حق الإضاءة، فالحمد لله سويناهم وكل شيء تمام وكل شيء اوكي عشان يسهل علينا الحركه ويدوم معانا لفترات اطول. ممتاز هذا ابتكار معليش خلينا ممكن نحركه اشيل المايك اوكي لو نلاحظ حركه الترايبود يعني المصور يظهر لي الحركه معليش اوكي يعني نشوف حركه الترايبود حركه انسيابيه وجميله يعني وتناسب يعني الثقل حق الكاميرا. الكاميرا وزنها ليس كبيرا يعني مقارنه بالكاميرا التلفزيونيه هي وزن معقول ويناسب الابتكار هذا البسيط. انت قلت لي بانه كل الادوات اللي عملتوها كانت تكلفتها 400، انا ابغى بس تقول لي هذا كم كلفكم فقط الترايبود هذا؟ بس هذا تقريبا 75 ريال او من 75 ل 45. زين جميل. هذه ايضا في نموذج عندكم اخر هنا هذا على فكره الان شوفوا ظاهر معنا وكانه يظهر بانه حق الاضاءه هو هذا ايش بالضبط مظله صح؟ مظله ومع كشاف كوبس شريناهم وما تكلف تقريبا 100 ريال ما جاء. زين خلينا ممكن نلفها نشوف ارفع هناك اوكي هذا اللي هو الكشاف كشاف عادي جدا زين والمظله عاديه هذه المظله حق المطر صح؟ لا بس هذه تستخدم في الاستديوهات طبعا السوفت بوكس قصدك القماش اللي موجود اي نعم عشان يقل من الحراره طبعا الكوبس حرارته عاليه جدا فصعب على اللي بنسوي معاه لقاء انه يتحمل الكوبس فحطينا منعم سوفت بوكس عشان يقلل الحراره شوي ويعطي الوان احلى من الكوبس نفسه. كيف وجدتوا الاضاءه باستخدام هذا باستخدام الاضاءه باستخدام يكون افضل ويكون ناعم. هل شفتوا جرب من خلال تجربتكم كانت فعلا الإضاءة جيدة؟ رائعة. جميل. إذا نشوف أعزائي المشاهدين نشوف هذا الابتكار يعني ابتكار خفيف وبسيط ولكن هي العملية فكرة
لتقديم شيء، يعني شباب في مجال التصوير وفي مجال تقديم يعني ثقافة الصورة يبتكروا أشياء لدعمهم. ونحن ركزنا كثيرا على مسألة الدعم، يحتاج هؤلاء الشباب لدعم لكي يظهروا هذه المواهب. هم لديهم طاقة يعني بكاميرا بأدوات بسيطة يظهروا لنا شيئا مميزا. أخيرا أبرز الأعمال اللي عملتوها من خلال هذه الأشياء الموجودة لديكم؟ طبعا إن شاء الله عن قرب نفتح معرض في المدرسة، معرض صور ومعرض فيديو، وإن شاء الله بنقيم في مسابقات تنظمها بعض الشركات، فيديوهات وأفلام عن السلامة المرورية وعن البيئة. طموحاتك في المستقبل؟ أكون ناجح في مجال التصوير. طيب يعني الطموحات ما في التصوير؟ أنا مو ماخذة كحلم كبير، أنا ماخذة يعني أبخذها هواية وأبحترف فيها، يعني بكون أخذ 100%. زين، ممكن نشغل الإضاءة ونقفل اللقاء نشوف بس فقط لقطة أخيرة مع الإضاءة وكيف راح تطلع هذه يعني حتى الإضاءة كانت ناعمة جدا، و يعني هذا باختصار الفقرة اللي قدمناها لكم عن هذا الابتكار الجميل، وإن شاء الله يعني ربما نسلط الضوء على أشياء من هذا المستوى، هذا النوع من الابتكارات اللي تحرك العقل وتحرك أبنائنا لكي يصنعوا شيئا جميلا. نعود مرة أخرى إلى الاستديو. ومع هذه الوقفة الإبداعية المميزة مع الشباب المبدع نصل إلى نهاية حلقتنا هذه. نتمنى أننا أضفنا لكم شيئا جديدا ومختلفا، التقطنا بعض الأشياء من هنا وهنا من كل بحر قطرة. سنقدم لكم إن شاء الله المزيد والمزيد في الحلقات القادمة. تابعونا دائما في سينما شبابية. إلى اللقاء. We'll be right back.